اولا كنبغي نشكر من هذا المنبر الطاقم التقني وعلى راسهم سي هشام الدقيق وكذلك اللاعبين على هذه المجهودات اللي داروا اليوم. الحمد لله كنشكروا على هذا الفوز، كما كتعرف المباراه الاولى هي مفتاح ديال البطوله، الحمد لله تاتلينا نفوزوا بها. صراحه منتخب اماراتي محترم رغم النتيجه 5-1، ولكن اللي تفرج في المقابله راه كانت صعيبه، وكما شتي هما اللي بداوا افتتحوا التسجيل والحمد لله رجعنا في المقابله، وكنتمنوا تكون هذه بدايه ان شاء الله جيده للمنتخب المغربي. وكما كتعرف عندنا مجموعه اللي متوازنه صعيبه شويه، عندك منتخب السعودي منتخب جزر القمر، كنتمنوا ان شاء الله نمشيو مقابله بمقابله باش نوصلوا للمبتغى ديالنا اللي هو المقابله النهائيه ان شاء الله، ولما لا نفوزوا بالبطوله.